بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام التجويد في القرآن. علم فضيلة الشيخ حسن صالح سلمان. أحكام التجويد في القرآن. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعود الفائدة علينا وعلى كل من يستمع أو يشاهد هذه الحلقات. ونبدأ بسم الله في الدرس الأول، وهو أحكام النون والميم المشددتين. كثير من الناس يسمع كلمة المشدد ولا يعرف ما معنى المشدد أو المثقل أو المضعف، وكلها كلمات بمعنى واحد. الحرف اسمه ألف أو اسمه باء أو اسمه تاء، ولكن له صوت. هذا الصوت لا يتحقق إلا بمعرفة الحركات، وهذه الحركات هي الفتحة زي باء فتحة باء، والضمة زي سو ضمة سو، والكسرة زي جي كسرة جي، والسكون أج سكون أج مثلا. ولكن هناك نجد أثناء القراءة بعض الحروف عليها فتحة وعليها علامة تشديد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن هذا الحرف عبارة عن حرفين، حرف ساكن في حرف متحرك. أدخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك وأصبح حرفا واحدا يسمى مشددا أو مثقلا أو مضعفا. على سبيل المثال كلمة التواب، لو نظرنا إلى التاء نجد إنها مشددة بالفتح، التاء 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 تاء ساكنة، تاء تاء مفتوحة. أدخلت التاء الساكنة في التاء المفتوحة وأصبح التاء واحدة، نقول تاء مشددة أو تاء مثقلة أو تاء مضعفة، بأي لفظ تستطيع أن تفهم به معنى التشديد. ومن هنا نبدأ نعود إلى ما تكلمنا فيه في الأول، اللي هو أحكام النون المشددة والميم المشددة. إذا نظرت إلى أي حرف في القرآن من حروف حرف النون أو الميم ووجدت عليه التشديد سواء بالفتح أو بالكسر أو بالضم، فلا بد أن يغن هذا الحرف بمقدار حركتين. بمعنى نقرأ مثلا سورة رب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الناس، النون بتاعت الناس مشددة بالفتح، فلا بد أن أغن هذه النون، يعني لا أقول قل أعوذ برب الناس، ولكن قل أعوذ برب إن، والمقدار كما قلنا حركتين، يعني لا يصح إن أنا أجعلها حركة واحدة، ولا يصح إن أنا أجعلها بأكثر من حركتين. فلا يصح مثلا قل أعوذ برب الناس، ولا يصح أيضا أن أقول قل أعوذ برب الناس، هذا خطأ كبير. لماذا؟ لأني أعطيت حرف النون المشدد أكثر مما يتطلب، فالاسم للنون المشددة هنا تغني بمقدار حركتين، الغنة قل أعوذ برب الحركتين، قل أعوذ برب الناس، تمام؟ إذن هذه النون أو أي نون في القرآن إذا وجد عليها التشديد بالفتح أو بالكسر أو بالضم فيجب أن نغنها بمقدار حركتين، واسم الحكم نون مشددة تغن بمقدار حركتين. هذا الكلام كله الذي تكلمته في حرف النون ينطبق أيضا على حرف الميم. الميم زي كلمة ثم، ميم ثم هنا مشددة بالفتح، فلا بد إن أنا أغن هذه الميم، ما قلت ثم، لا ثم أو ثم، لأن برضه الميم مشددة، أو لما أو عم يتساءلون، عم يتساءلون، الميم أيضا مشددة فلا بد أن أغنها بمقدار حركتين. وحتى لا أطيل عليكم إخوتي في الله، فأنا أعتبر أن هذا المقدار من هذا الحكم يكفي الآن. ولكن هناك سؤال، الغنة في النون والميم المشددة بمقدار حركتين، لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نغن الباء أو التاء أو الثاء أو بقية الحروف ما عدا النون والميم؟ لأني لما نصل إن شاء الله إلى صفات الحروف سنجد إن الغنة صفة ملازمة لحرفي النون والميم، ولذلك لا توجد الغنة في أي حرف من حروف الهجاء إلا في النون والميم، لأنها صفة ملازمة لهذين الحرفين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.